الوقفة اليوم جاءت استجابة لنداء جمعية هيئة المحامين بالمغرب التي دعت كل الهيئات إلى وقفة احتجاجية اليوم من 11 صباحا إلى 12 منتصف النهار، تضامنا مع جرائم الإبادة وجرائم الحرب التي ترتكب يوميا ضد الشعب الفلسطيني وضد شعب غزة. اليوم المحاميات والمحامين بهيئة تطوان وقفوا ورفعوا الشعارات ونددوا وهتفوا تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بما يرتكب في حق هذا الشعب الجريح، هذا الشعب الذي يعاني، هذا الشعب الأعزل الذي أصبح اليوم عرضة للقصف، للعدوان، للقتل. هو اليوم واليوم يعلن المحاميات والمحامين أنهم ضد هذا العدوان وضد هذه الحرب وضد هذه الجرائم التي لا يمكن أن توصف إلا أنها جرائم ضد الإنسانية. تحية لكل الزميلات وكل الزملاء الذين حضروا معنا والذين وقفوا وقفة رجل واحد تعبيرا وتنديدا وتضامنا بشكل احتجاجي راقي داخل بهوي المحكمة الابتدائية بتطوان. إذن استجابة لنداء هيئة المحامين بالمغرب، ونحن كشباب دفاع مهنة المحاماة بتطوان ما كان لنا إلا أن ننخرط في التظاهرة الدولية الوطنية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللتنديد بالمجازر التي يتعرضون لها بغزة وفلسطين عموما وبرفح. أكثر من 70% من الأطفال والنساء حرقوا وقتلوا وهجروا من ديارهم للأسف الشديد وسط يعني صمت مدقع لمنتظم الدولي الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته. وهنا نطرح تساؤلا، ما جدوى الحقوق، حقوق الإنسان والأمم المتحدة والاتفاقيات، وكذلك ما جدوى الادعاءات الحرية التي تدعيها الغرب، ما جدوى حقوق الطفل والأطفال الذين يتبجحون بها يعني في دول الغرب وفي دول أمريكا. اليوم كانت لنا وقفة الكرامة، وقفة مع أطفال رفح وأطفال غزة، أطفال فلسطين، تنديدا بهذه المجازر. فتحية من مدينة تطوان المغرب إلى فلسطين الأبية، وكل الوفاء والكرامة لشهداء الأقصى.